أهلا بكم. لا تزال تداعيات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري تتوالى، فقد أفرزت نتائج هذه الانتخابات التي كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 15%، وهي أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق منذ العام 2003. أفرزت هذه الانتخابات مشهدا سياسيا أكثر قتامة وضبابية بسبب رفض الميليشيات الإقرار بهزيمتها في هذه الانتخابات وتلويحها باللجوء إلى السلاح، وهو ما أثار المخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة في الشوارع بين الميليشيات الفائزة والخاسرة في هذه الانتخابات. المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية وتهديدات الميليشيات بتفجير الوضع على خلفية هزيمتها المدوية في هذه الانتخابات هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما جدية المخاوف والتحذيرات من أن يتطور التصعيد الإعلامي والسياسي للميليشيات الخاسرة في الانتخابات إلى حرب شوارع؟ وهل ما زال العالم يعتقد أن العراق يحكمه نظام ديمقراطي حقيقي ويتم تداول السلطة فيه سلميا بعد تهديدات الميليشيات على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة؟ ولماذا اعتبرت هذه الانتخابات أو نتائجها من أقوى الصفعات التي سددت إلى العملية السياسية وقواها الحزبية والميليشياوية؟ وهل فعلا أحدثت نتائج هذه الانتخابات تغييرا سياسيا مختلفا في خارطة العملية السياسية؟ وأي حرج وقعت فيه مفوضية الانتخابات عبر الإعلان ثم التراجع لاحقا عن نشر نتائج هذه الانتخابات؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. لم تأتي النتائج الأولية للانتخاب بما يتناسب مع المحاصصة السياسية السائدة التي بدأت تتأزم بشكل واضح بفعل التغيرات الداخلية والحراك الشعبي والعوامل الإقليمية. وقبل إصدار نتائج الانتخابات بشكل رسمي، انطلقت حملات تبادل الاتهامات والتخوين والتزوير بين الكتل، الأمر الذي ينذر بمرحلة عصيبة ونفق جديد مظلم دخلت به العملية السياسية دون وجود أي بوادر لرأب الصدع بين الكتل، كما كان يحصل سابقا بدخول الأطراف الأمريكية والإيرانية على خط التهدئة. النزاع بين التيار الصدري وائتلاف المالكي وتحالف الفتح يشكل محور الصراع القائم، وسينعكس على كامل الأحزاب والكتل الأخرى. وما سيعقد الأمور أكثر هو وجود الميليشيات كطرف فاعل ومؤثر في العمل السياسي، مدعوما بقوة السلاح والتحاكم إليه إذا وصلت الأوضاع إلى مرحلة الانفجار الشامل. فما إن انتهى التصويت الانتخابي الذي قاطعه الشعب بالغالبية العظمى حتى ظهرت بوادر عدم الرضا من قبل أحزاب الميليشيات، وعلى إثرها جاءت المطالبات بالعد اليدوي للأصوات، إضافة إلى الحديث عن تزوير وخروقات والتوعد بالطعن بالنتائج. فالطرف الخاسر كأنه يقول: لن نسلم الراية مهما حصل. الجو السياسي المسموم لن يكون أفضل حالا مما كان عليه بعد انتخابات عام 2018، ويفتح عدة سيناريوهات، أقلها تعطيل تشكيل الحكومة لعدة أشهر وربما لسنة، إضافة إلى تعطيل إقرار الموازنة ومضاعفة تداعيات الأزمة الاقتصادية. لكن السيناريو الأخطر يكمن في التدخل الميليشياوي بترسانته العسكرية الكبيرة. العملية السياسية التي تعيش على أجهزة الإنعاش منذ عدة سنوات وصلت إلى مرحلة عصيبة يراها حتى أكثر الذين كانوا متفائلين بها. وأكثر ما يعجل بسقوطها الظروف الإقليمية التي بدأت تشغل الداعمين عنها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية وتهديد الميليشيات برفض على خلفية هزيمتها في هذه الانتخابات. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، سيكون معنا عبر سكايب، والدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب أيضا من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بضيوفنا الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا دكتور. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي.
دكتور، هذه الانتخابات التي أجريت في العاشر من هذا الشهر وكانت نسبة المشاركة 12% أو أقل وفق آخر تصريح لأياد علاوي أحد أركان العملية السياسية الرئيسيين، نعم، وأيضا وفق تقرير لرويترز أنها كانت نسبة المشاركة الأدنى على الإطلاق منذ عام 2003 إلى اليوم. وفق هذه المعطيات، هذه الانتخابات، ما الذي يعني ما الذي أضافته من كشف جديد لناحية العملية السياسية في العراق وقواها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أحييك أولا وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. بداية، ربما يعني كل الشعب العراقي خلال من عام 2003 لغاية لحظة إجراء هذه الانتخابات وظهور نتائجها وما جرى فيها، كان الشعب العراقي هو من يفضح هذه، وأفعالهم من تفضح هذه العملية السياسية ومخرجاتها من فقر وخراب ودمار وطائفية وتهجير وفساد وارتهان إرادة العراق وسرقة وكل هذه الأمور تفضحها أفعالهم، والشعب يرى هذه الأفعال ويقف بالضد منها. في هذه الانتخابات، ما يسمى بالانتخابات، حدث شيء متوقع وهو مدهش في نفس الوقت، أنه الأطراف التي شاركت في العملية السياسية، أطراف العملية السياسية وأحزابها ومن شاركوا في العملية السياسية، هم انفضحوا كذبة هذه الانتخابات وانفضحوا كذبة وفساد وخراب هذه العملية السياسية، بدءا من اتهامهم لبعضهم بالتزوير والفساد، بدءا من اتهامهم للعمليات التي جرت، الانتخابات التي جرت منذ عام 2005 لحد 2018 بأنها كانت مزورة وكان فيها كثير من التزوير. إذن اتهموا كل المرحلة السابقة بأنها غير شرعية وأن كل الحكومات التي قامت بإثرها غير شرعية، هكذا هو التصرف الذي تصرفوه. وبالتالي عندما ظهرت النتائج وإذا بهم يتهمون بعضهم بالتزوير ويتهمون كل مؤسساتهم وكل هذا النظام الذي كانوا يسمونه نظاما ديمقراطيا حرا، كانوا يتحدثون عن تبادل السلطة بشفافية ونزاهة وقدرات عالية، وإذا بهم يعني مجموعة من العصابات هذه وضعيتهم، حقيقتهم، أظهرت حقيقتهم، نزعوا كل الأقنعة وبدأوا يتحدثون عن السلاح، نتصرف بالسلاح، حصصنا التي قررناها يجب أن نأخذها بالسلاح، وهكذا الحديث. فبالتالي ظهرت كذبة الديمقراطية بأبشع صور، هذه الديمقراطية التي يدعونها بالعراق واللي كل القوى المناهضة للعملية السياسية وكل القوى المناهضة للاحتلال كانت تقول منذ اليوم الأول، منذ عام 2003 تقول أنه هذه الديمقراطية التي تحدثون عنها كذبة كبيرة، وأن هذا النظام السياسي الذي أسسوه ويسمى العملية السياسية هو نظام فاسد وخرب ومخرب ويفرق الشعب العراقي وطائفي ومبني على الميليشيات، وإذا بهم يثبتون للشعب أنهم ميليشيات وأنهم بهذا الشكل. والمعطى الأهم من كل هذا أن الشعب العراقي مع مرور المعاناة وصولا إلى عام 2018، انتخابات ما يسمى بانتخابات 2018 اللي قاطع بها 82% من الشعب العراقي، الآن المقاطعة أكبر، الآن يتحدثون عن نسبة لا تتجاوز 12%، وهذه حقيقة، لأن من صوتوا، من ذهبوا للتصويت في هذه الانتخابات فقط الأحزاب والقوى التابعة لها وأقربائهم، ودعني أقول البعض من المغررين وكل المستفيدين من هذه القضية ذهبوا للانتخابات، أما الشعب ففي واد آخر لم يذهب وقاطعها بقرار واعي ومنطقي وعقلاني جدا، كان قرار أن يقاطع. إذن حجم المقاطعة أكثر من يعني 88% من الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات، فالنسبة الأكبر من الشعب هي المقاطعة، والأقلية هي التي تصنع الحكومات. والآن يتحدثون لما أياد علاوي يتحدث يقول لا يمكن للأقلية أن تتحكم بالأكثرية بهذه الطريقة، يعني ما دام هم اختاروا أقلية وأكثرية يتحدثون بها من عام 2003 وبدستورهم أقلية وأكثرية، وبريمر سوى أنها أكثرية وأقلية وطوائف، فضمن هذا الحديث الآن الحديث عن الأكثرية والأقلية، مع أنه هذه الأكثرية والأقلية منطقية وعقلانية، الأكثرية من الشعب اللي هي 88% من العراقيين الذين حق لهم التصويت لم يشاركوا في هذه العملية ورفضوها بقرار واعي، يعني ليس عاطفياً، ليس تماهلاً، ليس اشمئزازاً فقط، لكن بقرار واعي
وله يعني له ما بعده هذا القرار، ومبني على حصاد مر 18 سنة. نعم حصاد مر فعلا 18 سنة، وهذا قرارهم، وجاءت ثورة تشرين أكدت هذه الخطوة، والآن هذه الخطوة من خطوات نفس الثورة مقاطعة بهذا الشكل، وبالتالي الشعب قاطع هذه الانتخابات بقوة وبحزم، وهذا يعطيك المؤشر الأساسي أنه هذا الشعب شعب واعي جدا يفكر بطريقة صحيحة. دكتور هاي نقطة مهمة أشكرك، هاي نعم. نحيلها أيضا إلى ضيفنا دكتور قحطان الخفاجي. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات والبركات، حياك الله. هلا دكتور. دكتور الحقيقة هذه الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة اللي أقل من 12% ونسبة المشاركة المتدنية بل هي الأدنى من بين كل الانتخابات التي أجرت من عام 2003 وحتى اليوم، الحقيقة عدت أنها واحدة من أقوى الصفعات التي تلقتها العملية السياسية، ضربة موجعة للعملية السياسية وقواها. لماذا هذا التوصيف أنها صفعة بل هي الأقوى؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. أهلا دكتور. إذا نتحدث عن الانتخابات والمقاطعة والحال الذي قام الآن والذي يحدث الآن، لابد أن أولا نشكر الله من قبل ومن بعد، ثم نشكر الشعب العراقي على الوعي الذي يمتلكه، إذ استمع إلى النصح الناصح وقاطع الانتخابات وأكد موقفه الوطني الناصع. أما لماذا تعد هذه الانتخابات صفعة؟ ذلك لأسباب كثيرة، لعلها تلك التي تتعلق بطبيعة العمل الديمقراطي، وهو أن يكون العمل الديمقراطي انسيابي ويدلل على رغبة أكثرية، ثم هناك مهنية في الجهات المعنية في إدارة العملية الانتخابية. الواقع يشير إلى خلاف ذلك تماما، هناك مقاطعة كما سمعنا وما تأكد هنا أنها تحت الـ 12% أو دون الـ 10%، وهناك تناحرات كبيرة فيما بين هذه القوة تدلل على العنجهية والرغبة بالقوة وفرض ذاتهم على بعضهم البعض، ثم التخبط الذي وقعت فيه المفوضية اللامستقلة التي تأكدت أن المهنية غائبة عن العمل، وذلك كله يجعل أن هذه الانتخابات هي الأسوأ. والمقاطعة الواسعة الشعبية للانتخابات رغم دعوات ما يسمى بالجهات الدينية المسؤولة عن الأفكار والآراء والتواجد الدينية، كذلك الصيحات التي أطلقت من الجوامع وبعض شيوخ العشائر والمراجع الدينية، كلها ذهبت باتجاه تجديد الشارع للمشاركة بهذه العملية، ولكن الشارع أثبت وعي. الوعي العام للشعب العراقي وحده هو صفعة كبيرة للعملية السياسية برمتها، باعتبار أن الشارع والشعب هو صاحب القرار بالديمقراطية، وبالتالي هو رفضها قبل غيرها. ثم كما قلنا التناحرات البينية ما بين القوى السياسية التي بات يهدد بعضهم البعض بالسلاح وباستخدام موضوع السلم المجتمعي والتناحرات البينية، كلها يدل على أن هذه العملية السياسية رفضت شعبيا من جهة، وأن آلياتها خاطئة والجهات المعنية عنها مضللة تائهة البوصلة. إذن هي فعلا أصبحت هذه الضربة هي الضربة الأقوى للانتخابات، وأعتقد أنا جازما أنها لن تمضي كما يتوقع أصحابها، بل هناك أشياء كثيرة تنتظرها خارج نطاق تفكيرهم، وبالنتيجة أعتقد أن هذه لن تمضي بما أتت من نتائج سيئة كما سمعنا. أشكرك دكتور ثامر، أولا مرحبا بك معنا. في بيان الهيئة عن الانتخابات تحدث البيان عن نقطة، قال إن المفوضية قد وقعت في حرج كبير، مفوضية الانتخابات طبعا عبر الإعلان ثم عن النتائج خلال 24 ساعة، ثم غيرت هذا الموعد وأخذت تمدد بهذه المواعيد. أين وجه الحرج هنا اللي يقصد بيان الهيئة، بيان هيئة علماء المسلمين؟ طبعا بداية تحية لجنابك الكريم والدكتور رافع ودكتور قحطان ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. أهلا دكتور. حقيقة الانتخابات كما تفضل ضيفيك الكريمين شهدت مقاطعة كبيرة جدا واسعة جدا، هذه المقاطعة كان قد
استطاع الشعب العراقي أخيرا أن يوصل صوته إلى العالم ويكشف حقيقة تزوير الانتخابات والعملية السياسية منذ 2005 وإلى يومنا هذا. كانت في السنوات الماضية تمر التزوير ويمر تمرير الانتخابات مع عيوبها بشكل كبير جدا، ولكن لا أحد يتكلم عن التجاوزات والإخفاقات الكبيرة التي تجري في مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات أول شيء هي فشلت أولا في وعودها ولم توفي بوعد من وعودها. أول وعد لها قالت أن عملية الفرز الأصوات ستكون خلال 24 ساعة ستظهر النتائج، وإذا بها تأتي 24 ساعة ولم تظهر أي نتائج، ثم بعد ذلك باليوم الثاني وتحت ضغوطات كبيرة ظهرت بعض النتائج، ثم في اليوم التالي تراجعت وقالت أن هناك بعض الصناديق لم تصلها، ثم بعد ذلك نحن في اليوم السادس بعد الانتخابات وإلى الآن لم تظهر النتائج النهائية التي تدعي المفوضية أنها كاملة، وأنها في المرة الأولى قالت خلال 24 ساعة ونحن اليوم في سادس يوم من الانتخابات. فاستطاع الشعب العراقي أن يحرج مفوضية الانتخابات وأن يكشف الزيف الذي تمارسه على الشعب العراقي على مر السنوات الماضية، لأن هناك الآن أصبح شهادات واقعية كشفت حقيقة التزييف الكبير الذي تحاول مفوضية الانتخابات أن تمرره. استطاعت مفوضية الانتخابات أن تأتي بشيء جديد لم نره ولم نسمع به من قبل. فأول بعد اليوم الأول أظهرت نتائج، ثم بعد ذلك تبين أن هناك آلاف الصناديق كما تزعم مفوضية الانتخابات أنها لم تفرز إلى الآن، ثم هذه الأيام تدعي أنها وصلت إليها وسوف تفرز. ولكن هناك أسئلة كبيرة لمفوضية الانتخابات، أنها ادعت أن نسبة المشاركة 41%، ولكن المنظمات الدولية منها منظمة بعثة الاتحاد الأوروبي أحرجت المفوضية الانتخابات حرجا كبيرا فيما أبدته من معلومات عن عملية الانتخابات. أولها بينت أن هناك نسبة 8% هم يصوتون بدل عن آخرين، وهذا موجود في تقرير بعثة الأمم المتحدة، بيّنت أن هناك عزوف كبير وأن النسبة ليست حقيقية فيما تدعيه نسبة ما ادعته مفوضية الانتخابات. أيضا بيّنت أن عملية التزوير شابها بعض الأمور، بيّنت أن نسبة المشاركين في الانتخابات هي لم تكن حقيقية، لأن المفوضية ادعت أن هناك 25% هم يحق، عفوا 25 مليون يحق لهم الانتخاب من الشعب العراقي، ولكن بالنتيجة هي ادعت أنها أخرجت بطاقات البيومترية 17 مليون. هنا نتكلم عن أكثر من 7 إلى 8 مليون ناخب هم لم يدخلوا إلى سجل الناخبين. أين هؤلاء؟ بالإضافة إلى أنها ادعت أن الذين انتخبوا 9 مليون، ولكن عندما نجمع أصوات الذين انتخبوا نجدها 7 مليون، هناك 2 مليون يعني ناخب لا نعلم أين ذهبت أصواتهم أو من أين جاءت 9 مليون والسبعة مليون. هذه كلها تناقضات وقعت فيها منظمة مفوضية الانتخابات تحتاج منها إلى تبيين حقائق والحقيقة الواقعة أنها كلها مزيفة، وأن النتائج تحاول مفوضية الانتخابات أن تجيرها لصالح الجميع بأنها تريد أن ترضي الجميع، لا أنها تسير بعملية انتخابية حقيقية، لأن الواقع يقول والشواهد على الأرض والدلائل كلها تقول أن المفوضية تحاول أن ترضي جميع الأطراف الموجودة التي تمتلك الأرض والسلاح، بمعنى أننا أمام عملية انتخابية يسيطر عليها السلاح، ورأينا التهديد واضح. استطاعت الميليشيات أن تغير نتائج الانتخابات من خلال تهديدها للمفوضية الانتخابات. ورأينا أكثر من 10 أحزاب ظهرت جديدة في آخر تحديث هي لم تكن موجودة في النتائج الأولية لمفوضية الانتخابات. أشكرك دكتور رافع. الحقيقة قضية لافتة جداً أن الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال عام 2003 وكانت أركان رئيسية وأقطاب رئيسة في العملية السياسية التي جاءت لرفع المظلومية عن الشعب العراقي، لجلب الديمقراطية، لمغادرة هذه الحقبة السابقة،
والميليشيات أيضا التابعة لها، وهذا الحديث المكرر عن أنها من حمت العراق من الإرهاب، حمت الأرض والعرض، الحقيقة انحسرت انحسارا كبيرا وفق نتائج هذه الانتخابات. يعني بدل ما أن الشعب العراقي يبادلها العرفان يعني بحسب منطقهم ويكافئها، الآن ظهرت عقوبة، صفعة كبيرة لهذه الأحزاب التي جاءت بالديمقراطية وللميليشيات التي تكرر حديث التمنن، حديث الفضل، أنه نحن من حميناكم من الإرهاب، نحن من حررناكم، الطبيعي المتوقع أن يكافئها لا أن يعاقبها. نعم أستاذ ماجد، بداية يعني قبل ما أجيبك على هذا أريد أن أؤكد على حقيقة لكي لا يفهم البعض، أن المفوضية عندما أعلنت النتائج الأولية بعد 24 ساعة أو أكثر، النتائج اللي أظهرتها لا يفهم منها أنها كانت دقيقة وصحيحة وبعد ذلك تم تزويرها، لا، هي النتائج الأولية التي أظهرتها مزورة وزورت أكثر فيما بعد. نعم، يعني عملية التزوير جارية من البداية إلى النهاية، هذه يعني اللي أظهرتها من البداية كانت مزورة وكانت غير حقيقية وأضافت إليها تزوير آخر. والقضية الأخرى أن الشعب يدرك، هم لا يفهمون، هذه القوى وهذه الميليشيات لعنجهيتها لتمسكها لأنه تمتلك السلاح والمال، تعتقد بقوة السلاح والمال قادرة أن تحكم الشعوب، وهذه يعني قضية كبيرة على مستوى العالم، كثير من بعض الدول لا أقول كثير مرت بمثل هذه الحالة. خلينا أذكرك بواحد من ائتلاف دورة القانون المعروفين، مصدوم لماذا؟ يقول كيف أن عمار الحكيم برمزيته يحصل على 4 مقاعد، هل هذا معقول؟ نعم. ما هي هذا واقع الحال، هؤلاء ذلك كنت أتحدث، هم يعني تسكن عقولهم الأوهام والرؤى الخاطئة وعقلهم الكسيح، يصور لهم الأشياء على غير حقيقتها، يعتقدون أنهم يعني قادرين أن يحكموا الشعب والشعب يحبهم ويريدهم، وهذه القدرات التي يقدمونها من فساد وخراب وكذا وصلت الشعب وبقدرات الميليشيات إلى الإذعان إليهم، فلذلك الشعب ليس له قدرة إلا أن يقف لهم احتراما ويذعن لهم ويعطيهم أصواته، هم يعتقدون هكذا. لكن هذه التجربة حتى على مستوى العالم، بعض الدول شاهدت يعني عاشت مثل هذه التجارب ربما أقل وطأة، لكن أيضا الشعوب رفضت هذه المسألة، وعندما تأتي إلى ساعة الحق، تأتي إلى موقف معين، تجد أن الشعب في جهة وهؤلاء في جهة وتنكشف الصورة. هؤلاء يعتقدون طوال هذه الفترة يتحدثون أنه حموا الأعراض، حرروا البلاد، هذه الميليشيات، والشعب يعرف أنهم مجرد ميليشيات، مجرد عصابات، مجرد قتلة ومجرد أدوات وأجراء لأطراف إقليمية ودولية ليس أكثر. والكثير من الشعب لذلك هم دائما ما يصرخون ولحد هذه اللحظة أن هناك مؤامرة على الحشد ومؤامرة على الميليشيات لإزاحتها لإلغائها، لن نسمح بذلك، السلاح نجحنا بالسلاح ولن نغادر إلا بالسلاح، مثل ما ادعى أحد الميليشيات قبل يومين. نعم. وأظهر يعني صورته ظهرت في فيديوهات يهدد الناس أنه إحنا جينا بالسلاح وما نطلع إلا بالسلاح، بهذه الطريقة يتحدثون، هم يعتقدون هذا. وعمار الحكيم وغيره، هذه الأحزاب طوال 18 سنة الشعب عانى منها ما عانى، كشفها، كشف حقيقتها، كشف كذبها، كشف ادعاءاتها، كشف فكرها الكسيح، كشف هذه المظلومية التي يتحدثون بها ليس لها علاقة بالشعب، كشف زيفهم، كشف ولاءاتهم للخارج، وكشف أنهم أعداء للشعب، هم والشعب في خصومة دائمة، وفي كل تظاهرات الشعب وآخرها ثورة تشرين وقف ضدهم، هذه القوى كلها حملت سلاحها ونزلت للشارع لتقتل الناس، وهم ينادون بالديمقراطية ويقولون أن دستورنا ديمقراطي، هذا الدستور الكسيح وقوانيننا تحمي وقواتنا الأمنية جاءت لتحمي، وإذا بالقوات الأمنية ويسموها قوات أمنية تقتل المتظاهرين والميليشيات معهم والحكومة والكل يتآمرون. وظهرت فيديوهات كثيرة أنه حتى أطراف هذه الأطراف كلها وحتى الشخوص الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة كانوا يجلسون في غرف السيطرة التي يعني فيها الكاميرات الموجهة على ساحة التحرير وساحات كثيرة، كانوا يراقبون المتظاهرين ويأمرون بقتلهم ويشاهدون عمليات القتل،
وإذا بهم يخرجون يعني يتباكوا على دماء الشهداء، مرة يتباكوا ومرة يتهمونهم بأنهم أتباع للسفارات ويتهمونهم اتهامات أخرى. بالتالي هذا الشعب كله يدركه ويدرك أن هؤلاء لم يقدموا شيئا، لم يقدموا إلا الفساد والخراب والدمار والفرقة والتمزيق لهذا الوطن. وبالتالي جاءت فرصة للتعبير، الشعب يريد أن يعبر لهم ويوصل لهم رسالة واضحة إنكم خارج حساباتنا. هذه الرسالة قد نقرأها بعد الفاصل دكتور. نتوقف مشاهدي الكرام عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة ليلة من طاولة حوار عن المشهد العراقي، المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية وتهديد الميليشيات على خلفية هزيمتها المدوية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أو تقرأ المشهد في العراق بعد الانتخابات البرلمانية وتهديد الميليشيات على خلفية هزيمتها الكبيرة في هذه الانتخابات. دكتور قحطان الخفاجي، هناك من يتحدث خاصة من كتاب عراقيين من واشنطن أنه هذه الانتخابات ونتائجها الحقيقة أحدثت تغييرا أو أفرزت مشهدا سياسيا مختلفا عن مشهد مرحلة ما بعد 2003، طبعا بالاستناد إلى أنه القوى السياسية التقليدية التي جاءت مع الاحتلال انحسرت وتهشمت وانزوت، والآن هناك تيارات سياسية يعني جديدة في المشهد السياسي. هل فعلا هناك تغيير حقيقي في المشهد؟ القدماء أزيحوا وهناك جدد في المشهد؟ الموضوع نأخذه من جهتين، جهة إدراك العملية السياسية لهذا الذي تفضلت به، وإدراك العام الجماهيري للذي تفضلت به على حد سواء. هؤلاء إن قالوا إن تغيرت الأمور وجاءت وجوه جديدة فهذه كذبة، لأن كل الفترات السابقة جاءت ببعض المستقلين الشكليين ولم يتغير الأمر شيئا نهائيا. ولكن الواقع الحال الذي أدرك الشارع وأدرك العالم أيضا أن المشروعية قد أسقطت، المشروعية قد أسقطت من العملية السياسية. قد العملية السياسية تأخذ الشرعية، وهي الشرعية بالتأكيد ندرسها لطلبتنا، هي أن تلك التوافق ما بين السلوكيات وبين القرارات القانونية المعتمدة، ولكن المشروعية تشير إلى الرضاء العام الشعبي للعمل برمته، وبالتالي الرفض العام الشعبي للانتخابات وللعملية السياسية يؤكد لا مشروعية العملية السياسية. هذا يعطي رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن المجتمع العراقي بثورته هو جاد بما فكر، وحتى الذي ارتمى في الأحضان العملية السياسية باسم الثوار تشرين هم حقا ليس بالثوار تشرين بمعنى الكلمة، بمعنى الالتزام الكامل لمبادئها، بل أناس ظهروا سويعات في الساحات ثم انزلقوا إلى العملية السياسية. ذلك المشروعية ستكون ورقة ضاغطة للمجتمع الدولي على العملية السياسية بالاتجاه التالي: أولا ستجبر الحكومة الآتية إن جاءت حكومة على أثر هذه العملية أن تكون طائعة وعدم متقاطعة واضحة مع توجهات المجتمع الدولي بالعراق، وهذا يدخل ضمن الصراع الأمريكي الإيراني. الشيء الآخر أيضا، الشرع العراقي سيكون له مجال لكي يغازل أو يتحاور أو يعطي رسائل واضحة للمجتمع الدولي أن هناك إرادة عراقية في العراق غير عملية سياسية. ومن هنا نقول الجديد في العملية هنا وليس سقوط بعض الرموز وإتيان بالرموز الأخرى. لا، حقيقة الأمر الرموز إلى حد المعين الأساسية الفعالة لن تسقط،
هل بالدعوة بأي مسمياتها؟ لم يسقط الحكيم بمسمياته الصح أقل ولكن موجود. ثم كذلك الخزعلي ومسميات الأخرى هذا العامري والأكراد كما هم على حالهم، ولكن المشكلة أنهم هؤلاء خسروا شعبيتهم. هل خسارة الشعبية هي ليس نتيجة لخسارة الأحزاب ذاتها بقدر ما هي وعي عام جماهيري؟ هذا الوعي هو الجديد في العملية السياسية. لذلك نعتقد أن التغيير الذي حصل في العملية السياسية هو مدى فرض الشارع رأيه على العملية السياسية وعلى المجتمع الدولي أيضا، بمعنى المجتمع الدولي لا يمكن أن يغادر حقيقة المقاطعة الجماهيرية. قد نأجل نقاش هذه الحلقة قضية أنه هل يمكن للمجتمع الدولي أو هل بات على قناعة أن في العراق نظام ديمقراطي، السلطة يتم تداولها سلميا، هل من الممكن أن يتغير هذا التقييم في قادم الأيام بعد هذه الانتخابات وهذه النسبة المتدنية من المشاركة؟ دكتور ثامر، في بيان الهيئة أيضا قلتم أن مقاطعة العراقيين للانتخابات تعد رسالة رفض مدوية وفاضحة لأحزاب السلطة وميليشيات المتسلطة على رقاب العراقيين وإلى من يقف خلفها هذه الأحزاب ويدعمها. تعتقد أن هذه الرسالة استلمها المعنيون بها، توقفوا أو سيتوقفون عندها، سيقرؤونها بشكل مختلف، يقرؤوها بشكل موضوعي عملي واقعي؟ الداعمون للعملية السياسية والانتخابات في العراق كثر، منها أطراف دولية ومنها دول عربية وأيضا جهات داخلية ومؤسسات دينية. رأينا قبل الانتخابات كان هناك دعم مطلق من أمريكا، من دول أوروبا، المحيط العربي، كل الدول كانت تدعم هذه الانتخابات بكل قوة، ولكن عندما جاءت الصفعة الكبيرة من الشعب العراقي جعلت هؤلاء جميعا في حرج. الأمريكان، رأينا التصريحات، رأينا رويترز تصرح بهذا الاتجاه على يعني الرسائل الواضحة إلى السياسيين بأن الشعب العراقي قال كلمته ويجب أن يفهموا هذه الرسالة، ولكن الجميع يعلم والشعب العراقي يعلم أن الذين هم في العملية السياسية لا تهمهم أي رسالة من الشعب العراقي، لأنهم آتون ليس برغبة الشعب العراقي وإنما بدعم دولي خارجي واحتلال أمريكي وإيراني. هذا أولا. الذين دعموا العملية الانتخابية وبكل قوة، أقولها بصراحة، هناك يعني لم نشهد دعم داخلي وخارجي أكثر من هذا الذي جرى في الانتخابات الأخيرة قبل أيام. يعني حشرت المساجد بشكل كبير جدا وبشكل فاضح، المساجد التي لم نرها معتادة في الانتخابات السابقة أن تستخدم مآذنها ومساجدها لدعوة الناس للمشاركة في الانتخابات، لم نشهد هذا في السنوات الماضية. نعم كان هناك دعم، كان هناك توجيه، كان هناك دفع طائفي، ولكن بالحدة وبالشدة التي رأيناها قبل أيام لم نشهدها سابقا. كانت الرسائل واضحة من الشعب العراقي بأن جميع الفتاوى لم تعد تنطلي على الشعب العراقي، بأن جميع الدعم الطائفي أو الدفع الطائفي، دفع الشعب العراقي باتجاه الانتخابات بإثارة النعرات الطائفية لم تعد تنطلي على الشعب العراقي. وهذه الأمور كلها بانت بموقف شعبي واضح كان له صفعة قوية للأحزاب وللحكومات ولمن خلفها: عليكم أن تفهموا أن الشعب العراقي لم يعد ساذجا ولم يكن كما كنتم تتصورون دائما أنكم تمررون من خلال دفعه بفتاوى وبدوافع طائفية إلى الانتخابات والعملية السياسية. أصبح الشعب العراقي يعي تماما أن مصلحته ليس في العملية السياسية وليس في الانتخابات، لأنها جربت أكثر من مرة وأثبتت فشلها، وهي تجر العراق من مأزق إلى آخر وتجره إلى قعر الهاوية. فإذا هذا الرسالة نعم وصلت إلى الجميع، ولكن أنا أكاد أجزم أن من يدفعون الشعب العراقي باتجاه هذه الأحزاب هم لن يتراجعوا عن موقفهم،
لأن مواقفهم هي أصلا مرهونة بإرادات خارجية، وما دامت هي مرهونة بإرادات خارجية إذن تخضع للتوجيهات الخارجية ولا نتأمل منها خيرا. دكتور رافع، العملية السياسية التي صممها الأمريكان عام 2003 سوقت على أنها يعني نظام ديمقراطي، العراق أصبح واحد الديمقراطية في بيئة ومنطقة تعج بالدكتاتوريات والاستبداد وما إلى ذلك، وحظيت بدعم منقطع النظير يعني إقليميا ودوليا، على أنه ديمقراطية والسلطة يتم تداولها عن طريق صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية. الآن بعد هذه المشاركة 12% أو أقل وهذا الرفض الكبير، تتوقع أنه تقييم المجتمع الدولي أيضا قد تكون هذا الحدث الجلل في العملية السياسية مغيرا لهذا التقييم، قد نشهد تقييما مختلفا متراجعا عما كان عليه خلال 18 عام التي مضت؟ أستاذ ماجد، يعني المجتمع الدولي إذا ما يعني ما فسرنا هذه، إذا كنا نقصد دول عالمية ودول إقليمية ورؤيتها للوضع العراقي، أنا أعتقد أن الوضع العراقي واضح أمام الجميع، يعرفون كل هذا، لأنه هذه التقارير الدولية ليست مخفية، تقارير من الأمم المتحدة، تقارير من منظمات محترمة ومعترف بها ورصينة، تتحدث أن العراق واحد من أكثر الدول فسادا، واحد من أكثر الدول فشلا، خرابا، سرقة، نهبا. صحيح دكتور، هذا كله موجود. هم الحقيقة الآن هذه الورقة الأخيرة التي يتعكزون عليها المجتمع الدولي، أن هناك انتخابات وهناك صناديق اقتراع وهذا الذي يجري في العراق لا يجري في غيره، فالحقيقة كان يتكئون على هذه القضية وهذه الورقة الآن احترقت أيضا. يعني هل تتوقع مثلا أن تخرج الأمم المتحدة وتقول أنه هذه الانتخابات فعلا اللي شاركوا بها 12% وهي غير شرعية؟ هل نتوقع مثلا الاتحاد الأوروبي أن يخرج ويقول نعم قالوا أن النسبة متدنية أقل نسبة، لكن لا نتوقع أن يظهر ويقول النسبة على حقيقتها. هم يريدون هذا النموذج، فيه فوائد لهم، فيه أهداف تتحقق لهم، وفيه الإرادة الأمريكية، هذه يعني واضحة. كل ما يجري في العراق الآن هو من تصميم خارجي وإرادة خارجية تتحكم به وبكل إرادة، وإحنا دائما كنا نتحدث إنه هؤلاء الذين في العراق هم أجراء، تديرهم قوى خارجية إقليمية ودولية ويحققون لها ما تريد بفضل خططهم وأهدافهم، يحققون أهدافهم سواء أمريكي إيراني. المشكلة دكتور، هؤلاء يعتقدون أنهم يتعرضون إلى مؤامرة أمريكية صهيونية كبرى كونية. هذا كلام حتى كذب. هذه النتائج التي جاءت يقول لك هذه مؤامرة أمريكية. الكثير من عندهم كانوا يشتمون أمريكا، أمريكا منعتنا من أن قالها هادي العامري وقالوها حتى التيار الصدري، وقالوا أن أمريكا والصهيونية منعونا أن نقدم الخدمات. طيب من جاء بكم؟ أنتم الصهيونية وأمريكا هي التي جاءت بكم، لو كانوا ضدكم لما أتوا بكم. هم يعرفون من أنتم وتعاملوا معكم حتى قبل 2003، وكانوا يسموكم معارضة، واتفقوا معكم على كل الخطوط الحمر والخضر والصفر، كل الخطوط واضحة أمامهم، واتفقوا على عملية سياسية تمضي بالطريق بهذا الطريق، ووضعوا القطار على السكك مثل ما يقولون، وركب كل هؤلاء هذه الأحزاب والقوى. والآن ما كل من يأتي للعملية السياسية يقبل بهذا القطار، يقبل بطريقة بسكته وين واصل، يقبل به ويقبل بشروطه ويقبل بكل من فيه في هذا القطار. يتصارعون نعم، هم يقولون هذه كيكة ونتقاسمها، مقالة هذه الواحدة منهم حنان الفتلاوي نعم هكذا ينظرون إليها، هم ينظرون إلى المكاسب، لذلك هذه صراعاتهم الآن مكاسبهم قلت. هذا الطرف يعتقد أنه مكاسبه مساحته بالاستحواذ والمكاسب قلت، وعلى حساب الطرف الآخر توسع على حساب هذا، وهكذا. فلذلك هناك صراعات، لكن هذه الصراعات، لكن دكتور يوم أمس مقتدى الصدر اتهم حزب الدعوة بالتعاون مع الشيطان لإسقاط الصنم، الشيطان الأكبر. أيضا يعني منصات حزب الدعوة بدأت تتحدث عن تيار مقتدى الصدر أنه تيار الصك والحواسم. هذه الحقيقة يعني، وما هو الشعب العراقي يعني ذاكرته مو مثقوبة. هذه 18 سنة شهد كل الأحداث وكلها يعرفها، وشهد هؤلاء كيف تصرفوا من عام 2003 لحد الآن،
ومع من كانوا وتحت أي راية وتحت أي مظلة جاءوا ورضوا بأي عملية سياسية. ما هي العملية السياسية صممها الأمريكي الصهيوني اللي يتحدثون عنه، والدستور كتبها لهم هو واحد أمريكي صهيوني وقبلوا به، والعملية السياسية وكل انتخاباتهم جرت بهذه الطريقة، وكل الفساد والخراب وكل مخرجات العملية السياسية هي برقابهم. فبالتالي لا يتحدثون عن هذه القضية وكأنهم هم خارجها، أي طرف من عندهم صدري غير صدري حزب دعوة كلهم مشتركين في هذه الجريمة ضد الشعب العراقي. بالتالي هذه القوى الآن التي تهدد الذهاب إلى السلاح لن تفعل ذلك، لأن القوى الخارجية هي التي تتحكم بهم. هذه المكاسب ممكن أن يذهبوا إلى السلاح، ممكن أن يذهبوا إلى القتال، لكن ليس الآن. هناك قوى خارجية ستتحكم بهذا المشهد، هناك قوى تستخدم العراق كأوراق. اسمح لي دكتور، خلينا نسأل نسأل عن هذه النقطة يا ضيفنا دكتور قحطان الخفاجي. دكتور، هناك استقطاب ميليشياوي، الميليشيات الخاسرة والرابحة في هذه الانتخابات الحقيقة تهدد بالسلاح. تعتقد أن هذا الوضع في العراق، الميليشيات رعاة العملية السياسية أمريكان وإيرانيين، سيسمحون بانزلاق الوضع إلى اقتتال ميليشياوي بين الميليشيات؟ وطبعا كل الميليشيات بالنهاية هم حلفاء إيران. أخي العزيز، الصراع الإيراني الأمريكي في العراق أصبح إلى ما يسمى في العلوم السياسية باللعبة الصفرية، أي لابد أن يكون هناك رابح وخاسر، ما في بعد مجال للتسوية والمساومات بين الطرفين. هذا جهة، ولأن الإرادة الحقيقية في العراق هي إرادة خارجية أمريكية وإيرانية، فنعتقد أن التصارع قد يصعد ويتقدم. نحن في العلوم السياسية أيضا ندرس الطلبة على أن القوة هي إحدى أدوات العملية السياسية أو أدوات السياسة، تستخدم بأساليب مختلفة، بالترهيب، بالترغيب، بالتلويح، باستعراض عسكري، بمناورات، لكي تعطي أكلها، ترفض إرادة على الطرف الآخر لكي يرضخ إلى إرادة الطرف الأقوى. عليه نقول القوة قد تستخدم، طالما تستخدم عندما تعطي أكلها قبل أن يتم التصادم فعند تعود، هذا يعني أنها استخدمت بحجم التهديد. ولكن عندما بالحجم التهديد لم تعطي أكلها ولم تأتي إرادة الخصم موافقة إلى إرادة الخصم الآخر، أعتقد يذهب الطرفان إلى الاقتتال. والذي يرى أن دكتور قحطان، خليني أقاطعك دكتور، في السابق ربما كان هناك طرفان، طرف محسوب على إيران وطرف محسوب على أمريكا. المأزق الكبير عند إيران الآن أن الطرفين محسوبان على إيران، كل الميليشيات الآن طرفين وكلاهما ميليشياوي خاسر ورابح، كلاهما في الدائرة أو في الفلك الإيراني المواجهة السياسية بينهما مرشحة لأن تكون يعني مواجهة سلاح. أنا أتوقع موجودة، وأوضح نوع الخلاف القائم بين القوى السياسية بين قوسين السلاح المنفلت الشيعي للأحزاب الشيعية، أقصد ليس للمذهب الجعفري أو ما يسمى. أنا أقول أن هناك خلاف موجود بين إيران بفكرة ولاية الفقيه وبين الأفكار الأخرى الشيعية. هذا ينعكس بالتأكيد على إرادة القوى السياسية الموجودة. هذا يجعل أنه إيران تسعى إلى أن تستخدم القوى المؤيدة لها التابعة الولائية لها لأن تفرض إرادتها حتى على الجهات الشيعية الغير متفقة معها بالمنهج. هنا الصراع، الطرف الآخر الأمريكي يحاول أن يستفيد من هذا التناقض العقائدي، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون بواجهة الأمر أمريكا من جهة وإيران من جهة، بقدر ما تكون هناك أسباب بينية تتسع نتيجة للتعنت الإيراني بفرض إرادة على العراق مقابل إرادة أخرى شيعية لا تريد الهيمنة الأمريكية مطلق الإيرانية بهذه الآلية الفقهية. أشكرك. التي هي ولاية الفقيه، وهنا يكون الخلافات كبيرة. شكرا دكتور ثامر العلواني. الحقيقة بعد نتائج الانتخابات رأينا قوى الدولة في خندق واحد مع قوى اللا دولة، العبادي والعامر الحكيم على أنه قوى دولة، تخندقوا في خندق واحد. إذن أين الحديث السابق عن قوى الدولة التي ترفض قوى اللا دولة، ويجب أن تكون هناك وجه للدولة وهو قوى الدولة؟ بس باختصار.
أخي الكريم، هناك طرفان أو جناحان في المشهد السياسي العراقي، كلا الجناحين سواء قوى الدولة أو التيار الصدري، هذان الطرفان أو الجناحان الشيعي، وأيضا الطرفان أو الجناحان السني سواء في تقدم أو عزم، هذه الأربعة هي التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي بعيدا عن الجانب الكردي. هذه جميعها هي في تتخندق إلى جانب إيران، أو كلها في حضن إيران. الجميع الآن يعمل وفق الإرادة الإيرانية. نعم هناك صراع، ليس صراع على المناصب كلها، وإنما صراع على رئاسة الحكومة، من يتصدر لرئاسة الحكومة، هل التيار الصدري أم حزب الدعوة والميليشيات الأخرى. التيار الصدري أيضا لديه ميليشيات، وهذه الميليشيات معروفة، جيش المهدي وأيضا سرايا السلام. إذن نتكلم نحن عن عصابات وليس قوى دولة كما يزعمون، وهذه التي يسمونها قوى الدولة انكشفت وانفضحت في التحالفات التي نراها. فهم كانوا ضد في الانتخابات السابقة، على سبيل المثال العبادي كان ضد ما تسمى الميليشيات، وهو الآن يصطف إلى جنب الميليشيات ضد مقتدى الصدر. فإذا هذه العملية كلها هي تصب في الصالح الإيراني، أي الفائز من هؤلاء هو يخدم إيران. ولو رأينا تصريح مقتدى الصدر اليوم لرأيناه يوجه سهامه فقط للجانب الأمريكي. نعم هو عدو وإيران عدوة، وحاول في كل تصريحاته أن يتجاوز لفظ كلمة إيران، مع أن إيران هي الآن مسيطرة بشكل كبير على الوضع في العراق، وهي تتحكم في العراق، قاآني الآن في العراق، كوثراني في العراق، وهم يشكلون الحكومة، يريدون تشكيل حكومة. فإذا نحن أمام مشهد سياسي تسيطر عليه إيران بشكل كامل، ولذلك الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات ورفضها برمتها، لأنه أصبح لديه قناعة تامة أنه كلما سار في هذه العملية سوف يتجه باتجاه الاستحواذ الإيراني على العراق بأكمله. دكتور، على ذكر الإيران، كيف إيران ستوظف هذه الورقة، ورقة الميليشيات وهذا التناحر للتأثير على الوضع الأمريكي، توظيفها لصالحها في قضية، وأنت ردت أن تشير إلى قضية مفاوضات النووية مع أمريكا وبقية القوى الدولية؟ هو هذه الورقة الآن الموجودة، الأمريكا تستخدم العراق كورقة في هذه، وإيران تستخدم العراق ورقة في هذا الموضوع. القضية التي بين أمريكا وإيران هي قضية الاتفاق النووي. إذا ما تم الاتفاق، إذا ما قبلت إيران بالشروط الأمريكية للاتفاق النووي الجديد، طبعا هذا ليس الاتفاق النووي القديم، لذلك إيران تماطل به، هذا به شروط أخرى إيران لا تقبلها. إيران سخرت كل إمكانياتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية لكي تصبح دولة نووية. الآن يعني وضعوا حد لهذا الموضوع، لن تصبح دولة نووية، وقالتها إسرائيل وقالتها أمريكا، والآن أوروبا كلها تقف مع أمريكا في هذا الموضوع. هدوء الوضع أو انفجاره متعلق بقضية التوافق الأمريكي الإيراني. هذا 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 صحيح. إذا توافقوا، إذا قبلت إيران بالشروط الأمريكية، فإيران ستنزع منها قوتها الأساسية، لأنه في الشروط هناك قضايا الصواريخ وكذا وغيرها، وبالتالي إيران القضية العراقية كيف؟ نعم. كيف سينعكس؟ نمر بلا أسنان، وبالتالي هذا حتى القوى الميليشياوية داخل العراق سيظهر خوارها، سيظهر ضعفها، لأنه هذا الطرف الأساسي الراعي لها ليس قويا مثل ما كان يدعي. انتهت هذه القضية، انتهت قوى العسكرية الآن أحبطت، وقدرتها على التأثير خارجيا أحبطت. أما إذا لم توافق إيران فهذا الموضوع، إيران ستحرك ميليشياتها لكي تثير الفوضى كثيرا في العراق، لكي تثير الفوضى في هذا النموذج، لكي تؤثر على الإقليم كليا. ربما يبدأ الصراع بينهم بتقاتل، باعتداءات على دول، بالقتال فيما بينهم، بشرذمة الشعب العراقي، يعني ثارت الفوضى بكل طريقة. فالآن الوضع محكوم بهذه الورقتين، شلون يتصرفون بها؟ لأنه بالأول والأخير هؤلاء أجراء في الداخل، ويتبعون لقوى وإرادات وقرارات خارجية سواء إقليمية أو دولية. شكرا دكتور رافع الفلاحي، الكاتب الباحث السياسي، كان معنا
هذه الليلة في طاولة حوار مع الضيفين الآخرين دكتور قحطان خفاجي أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب، نشكره، وأيضا نشكر ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.